النهارده هنعمل لازانيا بالسالمون والسبانخ والجبنه الريكوتا. عندي هنا شويه من السبانخ الفروزن، عندي ثلاث انواع جبن، عندي جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، وجبنه ريكوتا. عندي هنا طبعا شرايح اللازانيا، وانا نزلتها ثلاث دقائق بالظبط في ميه وطلعتها تاني، فهي مش مسلوقه، هي دوق بس طريت معايا وطلعتها. عندي هنا لبن، عندي دقيق وزبده طبعا للبشاميل، عندي شبت جبنه بارميجان، وفي الاخر عندي جوز الطيب، وعندي هنا شويه من السالمون ستيك. على طول كده شويه من الزيت، وهتبل السالمون بتاعي زي الاول بالملح. فلفل اسود. هاخد الستيك. هنزل بيه القشر لتحت. الجلد لتحت، ناسف. يلا قشر من جلد يعني. وعندي السبانخ هنزلها، وهنزل عليها الريكوت، وهنميكس بقى الكلام ده مع بعضه كويس قوي كأننا بنعجن كده. حلو قوي. وهنميكس الموتزاريلا والشيدر. هننزل بالزبدة، وهنستناها بس تسيح. اقلب كده السلمون بتاعي على الجنب، هنرفع السلمون. الدقيق بتاعنا جاهز، شوكتين كده، وبصوا منتهى السهولة هو بيطلع لوحده. بص اهو، وبص زي ما قلت لكم تطلع في الاخر الجلدة اهي لوحدها بسهولة. الزبدة بتاعتي خلاص، هنزل بالدقيق. نقلب الدقيق بتاعنا الزبدة. من هنا اللبن بننزل اهو. واحدة واحدة كده ننزل اللبن ونضرب. ندي فرصة للبشاميل بتاعنا يتقل شوية. حلو قوي. على البشاميل جوز الطيب، الملح، فلفل اسود. لو عندنا فلفل ابيض في البشاميل بفضله. الشبت والبارميجان. نقلب الكلام ده كويس كده في البشاميل. هرفع البشاميل. عايز اخفف البشاميل بتاعي سنه، دايما البشاميل بتاع اللازانيا بنبقى عايزينه ايه؟ اخف من العادي. هنزود شويه من اللبن اهو. هننزل بيه في بوله بره كده. هناخد ايه؟ معلقه كده من البشاميل. ونقلب الكلام ده بس كده. أول حاجة هنزل
معلقتين كده من البشاميل تحت، ونوزعهم كده اهو. ومن هنا ناخد اللازانيا اهو، يبقوا طالعين فوق بعض يا دوبك يعني، عشان ما تبقاش ايه في حتت تخينه. ناخد السبانخ والريكوتا نوزعها كده، وبالايد بقى عشان ايه نعرف نفرقها كويس عن بعض. السلمن اهو نوزعه برضو، وعلى الكلام ده هننزل بالبشاميل اهو. هنزل بقى هنا بشويه صغيرين قوي من الجبنه، عشان ايه انا عايز في الطبق اللي فوق اكتر، فدول يا دوبك ايه شويه كده هنوزع. بعدها هناخد شرايح اللازانيا الطبق اللي فاضله اهي اهو، ضغطه كده بايدينا نسويها، نضغط من النص ونطلع على بره. نفس الطبقات، السبانخ بالريكوتا اهي، السلمون من اكتر انواع اللازانيا اللي بحبها، هاخد معلقه من البشاميل، على واحدة مش هزود. بص على الكلام ده هننزل بالبشاميل، بقيت بقى البشاميل بتاعنا كله اهو اهو. وبعد كده الجبنة بقى بتاعتنا، كده تمام. اهو هنقفل اللازانيا بتاعتنا كويس، وهندخل اللازانيا بتاعتنا تلت ساعة الأول متغطية كده بالفويل، وبعد كده هنشيل الفويل ونشغل لها الشواية شوية.